باش تشوفوا هاد الناس هادو ماشي صراهم ربي ببلاش، صراهم ربي بالغيره تاعهم للاسلام ودين الاسلام وكل ما يتعلق بالاسلام. وثبت كذلك من الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقه تسمى الناقه القصوى، وكانت ناقه لا تسبق، كانت عنده واحد الناقه حتى واحد ما ينجم يفوتها، ناقه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها القصوى، وهذا الحمار هذا اسمه عفير. من الصحابه رضي الله تعالى عنهم دار الاسامي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودارها ابن القيم في زاد المعاد، كتاب هذا اسمه زاد المعاد، كل حاجه حتى الماعون تاع الرسول كان بالاسم تاعه، وكل حاجه باسمه. شوفوا يا إخوان الله يرضى عليكم، يقول لكم خوكم راه واحد عنده مرسيدس زرقاء، سيارة زرقاء، يعني يجيب المفاتح باش يحركوها مكانها ويخلو الناس تروح. الله يرضى عليك، شكون صاحب هذه السيارة؟ أنا مفاتح. قرأ قل المفاتح ويجي اسمح لك. إذن قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة تسمى الناقة القصوى، وكانت ناقة لا تسبق، ما يجي حتى واحد يفوتها. فجاء أعرابي على قعود له، جاء واحد العربي من البادية على واحد الناقة قعود سلحة، فسبقها. جاء واحد العربي من برا من البادية بواحد الناقة صيحة، سبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالناقة تاعو فاتو. وهذا السباق اللي مطلوب شرعا، لان هذه تهيئة للجهاد الاسلامي، ما هو السباق اللي كان بكري في الخروبة بالقدوة للمونتي كارلو ولا ما فوره انت اخوي للشيطان اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيل ثلاث باش تعرفوا، الخيل ثلاث، خيل للرحمن وخيل للشيطان وخيل لصاحبها. الخيل فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلها الى ثلاث اقسام، قال كاين خيل الرحمن وخيل الشيطان وخيل تاع صاحبها. خيل الرحمن وجنا هي الخيل التي يركب عليها للجهاد في سبيل الله، اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. احنا لصق لها الخيل، الخيل تاع الجهاد. وخيل الشيطان هي خيل الرهان، يحبسوها يقرسوها ويعلفوها ويضربوا لها الشيطة ويكلوا لها التفاح، شفت كيف، ويضربوا لها الابرة ويديروا لها الموكت خير من هذا تقعد عليه وتنام عليه، فهمت كيف، باش يجروا بها. هذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم خيل الشيطان. وخيل لصاحبها، واحد عنده خيل يجريها ويكلها ويشربها ويخدم بها ويحرف بها. إذن الخيل ثلاثة مش أربعة ولا عشرة، خيل الرحمن هي خيل الجهاد، وخيل الشيطان هي خيل الكيرسي وغيره، وخيل تاع صاحبه انسان عنده خيل يخدم بها يحرف بها يدير بها شغله. اذا نرجعوا، السباق اللي داروه الصحابه وداروه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السباق يراد منه الاستعداد للجهاد، ماهوش العبث يضيعوا الوقت. كاش تضيع الوقت في الاسلام؟ اللي تظن انت بها تضيع وقت هذيك تربح بها فائده، اللي تظنها انت ياك راك تلعب بالنشاب ولا راك تلعب كما يقولوا التير ولا كلها، هذه كلها مطلوبه شرعا، ولا راك تلعب السباحه وين ما كان اللي تسبح فيه اللي ما فيهش كما المصيبه والطامه الكبرى اللي راهم دركا النساء ولا يدوهم للسباحه ولا يدو بناتهم للسباحه ويدو كذا، هذه مصيبه كبرى. هذه راهي حاجه ما تتعالجش يا اخواني، راه الانسان راه يلعب بالجنه والنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: معليش خلوني نروح منا ونروح منا، لان يقولوا كما يقول العلماء الحديث ذو شجون يجبد بعضه بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة ديوث، ما يدخلش الجنة ديوث. راح الرسول داره ورجع، لقى الصحابة جالسين، قالوا: يا رسول الله إنك لأفصح العرب، أنت أفصح العرب، قلت إن كلمة والله ما عرفناها، وشنو الديوث؟ قال لهم وشنو؟ قال لهم: الذي يقر الخبث في أهله، اللي يرضى بالخبث في ماله، هذا هو الديوث. المرأة ربي سبحانه دعا لها حجاب شرعي من ساسها لراسها، حشمة لها وللمؤمنين، وستر بيرها وبين ربي سبحانه، نحاته وراحت لطرف البحر وداها اخوها ولا داها باباها، وقال لك باباها حاج ولا ما حاجه ويروح الجمعه ولا شي يضيع وقته مسكين. لا برابع لا جيه، لان كما قال العلماء
الإسلام كل وحدة متكاملة، خذوه كله أو دعوه كله. الإسلام وحدة متكاملة، ما تبيش تنقيني حجاب هذا واعر مكان له، هذه الصلاة ما عليش نصلوا، الزكاة هذه واعرة فيها الدراهم يخرجوا، وهكذا. الإسلام وحدة متكاملة، أرفدوها كامل ولا خلوها كامل، قطع وراح ولا مصحاب البحر ولا يدي مرته البحر يروح يقال البرج ولا جرمان ما يمناش فيه. المسلم استجب للربي سبحانه، استجب للقرآن كله، راه عندك آية في القرآن تقول لك ما تعريش مرتك. الحمام يا إخواني الكرام بالمرة روحوا البحر. الحمام علاش الرسول صلى الله عليه وسلم منعه؟ لأن المرأة تتعري فيه. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، نزيد باش نفهموا بلك النساء تاعو عمرهم يسمعوا، كاين شي حجاج يروحوا يحجوا معهم النساء، والنساء دوك يحجوا ويروحوا للمدينة ويبداو يسقسوا ويقولوا وين حمام فاطمة الزهراء؟ لا فاطمة وين راه الحمام تاعها؟ يا ناس خافوا الله، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها دارت حمام في المدينة، كما تخافوش كما شي يعني الشيطان يتلاعب بهم. لا يعرف هناك حمام في المدينة، كان حمام طيبة مور المحراب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان داخل وراء المحكمة، خلاص الحمد لله دخل في الهدد وتهدم، ولكن عمره ما دخلته مرأة، يكذب اللي قالك شاف مرأة فيه. باش نقولوا للنساء اللي راهم يروحوا للحمام، عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانوا يجوا النساء من برا، يجوا من الشام ولا من العراق يحجوا يعرجوا عليها يستفادوا منها، يسمعوا من عندها العلم الشرعي اللي استقاته من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلوا عليها نساء من العراق، قالت لهم من أين النساء؟ قالوا لها من العراق. قالت لهم لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. قالت لهم أنتم واقيلا من ذاك الحي اللي النساء تاعو يدخلوا للحمام؟ قال لها وبدت احنا من ذيك المكان وندخلوا للحمام. اسمعوا انا قلت لكم من ذاك اليوم احنا رجال، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يبقى هو قدوتنا حتى يشفع فينا، والنساء تاعنا الا بغاو يصلحوا ويستصلح امرهم ويدخلوا للجنة، القدوة تاعهم هما نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. إلا دارتها عائشة ولا دارتها حفصة ولا دارتها ميمونة ولا دارتها زينب ولا دارتها صفية ولا دارتها هند ولا دارتها أم سلمة ولا دارتها أم حبيبة، قال دارتها للرسول عينها مرتي ولا بنتي ولا أختي ديريها، ما دارتهاش ما ديريهاش، لأن هذه النساء هما اللي كانوا المخيرات ويحوصوا غير المخير يخدموه. قالت لهم مال انتم من النساء اللي يدخلوا الحمام في ديك البقعة في العراق؟ قال لها ايه احنا هم. قالت لهم اسمعوا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا المرأة رفضت نص العلم، هذه المرأة هذه عائشة رضي الله تعالى عنها، العلم اللي يتعلق بالنساء كامل هي جابته رفضته، لولا عائشة ما نعرفوش العلم اللي يتعلق بالنساء، ولي إنسان تستفتيه مرأة ما يعرف يجاوبها، ولكن رحمة ربي أن كرمنا الله تبارك وتعالى بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أقل مرأة روات 200، أقل مرأة روات 50 حديث، المرأة الأخرى اللي ما رواش روات 50 حديث 100 حديث، عائشة رضي الله تعالى عنها روات 500 وحوالي 25 حديث، ما فاتها إلا أبو هريرة هو اللي فاتها. إذن واش قتلهم؟ قتلهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، علشان الحمام، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر التي بينها والذي بينها وبين ربها. قتل امرأة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كل امرأة تنحي حوايجها في غير بيت راجلها، واحد يقول يا سيدي في المستشفى كي يروحوا يولدوها، احنا ما درناش على الضروره، ندخلوش كما يقولوا شعبان مع رمضان، احنا رانا نقولوا في من باب الفسحه والوسع، والانسان مهني لاباس به، قال اوت ومانيش عارف وش هو، يسخن الحراره مرتفعه، نروحوا نعوموا جهنم اشد حرا، شكون اكثر اوت ولا جويي ولا جهنم؟ يا ناس خافوا الله. قالت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أيما امرأة كل امرأة تقلع حوايجها في غير دار راجلها
إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. شوف احنا الآن أعطيكم مثال.